طيب نكمل بقى مع حضراتكم برضو وننتقل شوية عالميا. حصد توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة الأفضل في النادي ده كان على الموسم القاري الماضي 2021/22 بتصويت هنا كان الجماهير متفوقا، وكان الموضوع غريب شوية لأن روبرت ليفاندوفسكي الناس كلها كانت بتقول لك لا طبعا هو اللي هيحصل عليها، لكن صحيح. اللي حصل عكس ذلك. كمان جمال موسيالا سوري، وكان بايرن ميونخ كمان كان جدد عقده مع توماس مولر اللي حضراتكم اكيد تابعته لغايه موسم 2024. واصلا احنا معانا خبر خاص بالميركاتو النهارده هنعرضه على حضراتكم لان موسم التنقلات بدا وارقام بتطرح بشكل كبير، فهيبان على كل حال لان برده في اسماء معينه مع بعض الجماهير حابين ان هم يعرفوا ما هو الجديد عندهم. ف ده كان بس كده خبر سريع جدا، بس لسه معانا الخبر القادم هيكون فيه تفاصيل اكتر عن حركه التنقلات في الفقره الاخباريه.